انت تطلع لعيب كوره اكيد ابوك بقى بيتكلم معاك في الفنيات اللي هي ديتيلز. ده اللي انا عايز اقول عليها يا سيدي. في حاجات صغيره كده ما يحسهاش غير لعيب كوره برضه زيك يعني. ممكن اكون انا لعيب كوره كويس بس ابويا مش لعيب كوره مش هيعرف يقول لي الحاجات دي. انا انت عارف انا يعني مثلا ابويا الله يرحمه كان ما لعبش في التوب ليفل. اكتر حاجه كان ابويا يقولها لي ايه؟ حازم ما تطلعش بره الملعب غير وانت مثلا شايط على الاقل 3 4 كور على الجول. بالظبط. لو انت وحش الناس هيقولوا انت عملت حاجه على الجول، هيبقى ليك تاثير على الجول، هيبقى انت عملت حاجه الناس في اخر الماتش يقول لك بس راح على الجول. كان دايما كل ماتش السؤال ده. انت تعرف عجبك السؤال بتاعي صح؟ لا تفكر. انت فكر. انت تعرف ان اخو تعرف ان اخو حازم كان انا لعب 75 دقيقه. تعرف ان اخو حازم كان لعيب كبير. انا عارف اشرف انا لا لعيب لعيب يعني لما كنا في المدرسه. لا انا عارف كل الناس بتقول ان هو كان لعيب كويس. كان لعيب كويس قوي بس هو كابتن احمد الله يرحمه كابتن احمد الله يرحمه شاف بوتنشال اكتر في حازم في النجوميه. لا والله انا كان ابويا لا دخل معايا ولا مع اشرف. انت عارف ان اشرف راح نادي الزمالك قعد سنه في ناشئين نادي الزمالك 15 سنه او 16 سنه ومشي ما كملش.